لقد طلبنا كثيرا بأن تقام حدود الحرابة على كل قاطع طريق، ولو فعل المسؤولون ذلك من أول الأمر لما ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. فهؤلاء الناس ينبغي أن يدركوا أنهم محاربون وقطاع طرق وهم جهنم، وبئس المصير إلا أن يتوب الله تبارك وتعالى عليهم. وعلى كل الناس أن يقاوموهم ويمنعوهم ولا يسمح لهم. ومن مات دفاعا عن نفسه فهو شهيد، من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون دمه فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد. هؤلاء مجرمون قطاع طرق محاربون سواء الذين يقطعون الطريق ويمنعون أهل درنا من ضروريات الحياة، وإلا من يقطعون الطريق في طرابلس، ولا من يقطعون الطريق في أي مكان أيا كان جهتهم.